الوحدة رقم 731 اليابانية عملت أحقر تجارب على البشر. ده كان مركز كبير بيولوجي بيعملوا فيه التجارب على الأسرى، أسرى الحرب اللي خدوهم من كل حتة عشان يعرفوا مداها على الإنسان بتكون عاملة إزاي. بس إحنا النهاردة مش هنتكلم على 731 لأن إحنا اتكلمنا عليها قبل كده. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن أخطر تجربة في التاريخ وما حصلتش في اليابان. صديق النجم هقولك، بس ما تنساش الاول تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الفيديو. امام ما تنساش تعملها شير لكل اصحابك عشان خاطر يعرفوا ماذا فعل الانسان باخيه الانسان. توكلنا على الله. اليابان يا صديقي ساعة لما جت تعمل التجارب بتاعتها كان شغلها الشاغل العدو اللي قدامها، لكن في التجربة اللي احنا بنتكلم فيها دي كانوا عايزين يعملوها على الجنود بتاعتهم عشان يبقوا يقظين وما يناموش طول فترة الحرب، لانهم شايفين ان النوم مضيعة للوقت بتاعت الحرب والزحف. فكان التفكير الاساسي بتاعهم ان هم ازاي يقدروا يخلي الجنود بتاعتهم ما يناموش لفترة طويلة. الروس يا صديق النجم اتكتب لهم اسم في التاريخ وكان ليهم نصيب في الموضوع ده بسبب ابشع تجربة اتعملت في العالم عندهم. التجربة دي حصلت سنة 1940، وعشان اي تجربة لازم تحصل لازم يكون في متطوع. طب لو مفيش متطوع نبدأ بقى ندور على الأسرى زي ما عملت اليابان، بس اليابان دي كانت بتأذي العدو. احنا هنعمل التجارب بتاعتنا على الجنود. اليابان ما كانش هاممهم اي حاجة ان الاسرى اصلا تموت، كان احنا مهتمين بالجنود بتاعتنا، فلازم ندور على طريقة تانية نعملها من بني الجنس بتاعنا، نجيب حد من عندنا احنا. بس مين اللي هيقبل ان هو يعمل تجربة زي دي؟ الروس فكروا فكرة شيطانية ان هم يساوموا مساجين موجودين عندهم في نظير الحرية. تخيل انت لما بتيجي تكلم مسجون تقول له اعمل اي حاجة في نظير الحرية بتاعتك اكيد هيوافق. سواد بسواد، المهم نشوف الشمس ونشوف الاسفلت. ها يا رجالة موافقين؟ موافقين. بس التجربة دي هتبقى عاملة ازاي؟ احنا هنحبسكم لمدة شهر في عنبر، هيكون معاكم اكل وشرب وكتب، طبعا اكيد 100% هيكون عندكم كمان حمام. وكل اللي احنا هنعمله هتقعدوا شهر في العنبر ده، بس هنطلق عليكم غاز. غاز ده مهمته الاساسية ان هو هيخليكم ما تناموش. الخمس سجناء وافقوا ان هم يعملوا التجربة. اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم يعدوا بسلام، مفيش اي حاجة، والروس يكونوا مبسوطين ويزقططوا وفرحانين جدا ان التجربة بتاعتهم خلاص بدأت تنجح. في اليوم الخامس يا صديقي تحصل مصيبة كبيرة. واحد من المساجين الخمسة فضل يصرخ بصوت عالي بدون توقف. الغريب بقى ان المساجين اللي كانوا موجودين جنبيه مفيش حد فيهم اتحرك حتى ان هو يساعده او حتى يطبطب عليه ويقول له انت مالك، او حد منهم مثلا يقول له خلاص احنا قربنا نخلص التجربة اهدى شوية. مفيش خالص، كل واحد التزم على السرير بتاعه وفضل قاعد، وفضل المسجون دوت يصرخ. وده كان باين من شاشة الإزاز اللي كانت موجودة ما بين الدكاترة اللي هم بيعملوا التجربة والمساجين اللي موجودين جوه. ده هنعملوا حاجة، خشوا جوه للراجل دوت شوفوه بيصرخ ليه. مفيش، انا عندهم عند شديد جدا ان التجربة لازم تخلص ومش هنفتح الباب. المسجون فضل يصرخ لمدة 5 ساعات ووقف مرة واحدة. طبعا حضرتك هتقولي ان هو وقف مرة واحدة ليه؟ اكيد يعني مش عشان خاطر البطارية بتاعته خلصت. الاحبال الصوتية يا صديقي النجم اتقطعت. الروس يا صديقي العزيز ما كانش هاممهم حياة المساجين، هاممهم ان التجربة تقعد لمدة شهر وتخلص. لحد ما جه في يوم من الايام المساجين بدأوا يغطوا الشاشة اللي ما بينهم وما بين الدكاترة اللي بتعمل التجربة. يغطوها ازاي بقى؟ بالكتب اللي انا قلت لحضرتك عليها، اقولها ازاي دي، وبالبراز بتاعهم. فضلوا يجيبوا الكتب بالبراز بتاعهم ويفضلوا يلزقوها على الشاشة لحد ما غطوها قدام الناس اللي بتعمل التجربة. وبرضو الروس عندهم عند جديد ان هم يخوضوا التجربة ويكملوها للاخر، لحد ما قرروا بعد اسبوعين من التجربة ان هم يوقفوها بقى ويشوفوا الدنيا بقى عاملة ازاي. خلاص ما بقاش في صوت، ما بقاش في اي حاجة، ايه اللي بيحصل جوه؟ لحد ما يا صديقي حصل ابشع منظر في التاريخ. اجسام المساجين كلها هياكل عظمية، وعلى الرغم من كده الاعضاء بتاعتهم من جوه كانت شغاله، يعني بني ادم من غير جلد ولا لحم بس الاعضاء بتاعته من جوه شغاله. المساجين اكلت بعض، الغرفه مليانه دم.
ريحتها كانت نفاذه بالقرف، لدرجه ان في جندي من الجنود لما دخل جوه وشاف المنظر ده طلع المسدس بتاعه وانتحر، لما حس ان ممكن يكون مصيره بعد كده ان هو يحصل فيه بعد كده في وقت الحرب. حاولوا ينجدوا المساجين دول ويدخلوهم المستشفى، لكن للاسف اول حاجه بيعملوها ان هم بيضربوا حقنه البنك ما بيبقاش فيها اي استجابه، لدرجه ان هم كان في واحد منهم ادوله 10 اضعاف الجرعه ومع ذلك ما حصلش اي حاجه معاه وما استجابش للبنج خالص، لحد ما ماتوا كلهم بالتبعيه. تجربه النوم دي يا صديقي شيء مهم جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تقدرش تغير انظمه الكون حتى الانظمه بتاعتك انت. انت يا صديقي النجم لما بتكون مطبق يومين ورا بعض عشان خاطر الشغل بتاعك او بتعمل اي مصلحه او اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، بتلاقي نفسك مش مركز، بتلاقي نفسك عمال بتهته، بتلاقي في حاجات غريبه جدا عماله بتحصل وتركيزك عمال بيجيب الارض. وهنا بقى السؤال اللي حابب اساله لكم، حضرتك قعدت كام يوم من غير ما تنام؟ واخر حاجه كمان، كان في رمز شبه دوت كده بالظبط كان في نص الفيديو، كان في نص الفيديو، ما تجيبوش الرمز ده، هاتوا الرمز اللي في نص الفيديو، ويا ريت تبعتولي على الانستجرام اللي هحطه في التعليقات ان شاء الله باذن الله. لكم مني ارق التمنيات، كان معكم اخوكم احمد هارون. انا والله بحبكم جدا فوق الخيال، والله يعني انا بموت فيكم، بموت فيكم واحد ورا التاني، كلكم كده، كله في كل مكان في العالم وفي وحياه ربنا. يعني انا مش قادر اعبر على حبي ليكم عامل ازاي. امشي؟ طب سلام بقى.